أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في ظل إجراءات أمنية مشددة في محيط اللجان. من جهته نفى رئيس امتحانات الثانوية العامة بالوزارة رضا حجازي خلال مؤتمره الصحفي ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تسريب بعض أسئلة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، مشيرا إلى أن الأسئلة لا تمت بصلة لامتحان المادتين. لا يوجد تسريب نهائي، وكل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنواعه سواء بقى فيزياء أو تاريخ لا يمت الامتحان بصلة، ولكن هناك محاولات غش إلكتروني. موضوع الغش في اللجان الملتهبة أو اللي بها توترات، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة مع هذه اللجان